تواصل معكم، هننشروا على صفحاتنا إن شاء الله ما أنتم تبوه. لكن زي ما قلت لك دكتورة، هو يعني الكتاب دائما نحن عملنا بالكتاب من أجل التعميم. الجلسة هذه طيبة ومباركة، لكن بيش قلت بيض نفذ لك خطط طبعي. إمكانيات للأسف لا توجد، إمكانيات ما فيش خطط. خطط بدون إمكانيات وبدون موارد صعب جدا تنفذ، لأنك تبي تنشئ مراكز للتطعيم وتبي تطلع ناس حملات توعوية. كم عددهم؟ عدد 10. ما منين خلي ليبيا تو في الوضع الازرق، يعني ان هي مستقره، ما عادش نبقاها تولي التالي وتبدا في الوضع الاصفر ولا الوضع الاحمر. علاش نبوا نخلوها في السيف سايد حتى تسافر وتطلع تبدا انت جاي من منطقه ستسالم لانه ماسك الخدمات. كلمني هذا الدكتور السنوسي اللي مدير التطعيمات تو عليه. انتم اتصلتوا به؟ اي والمدن الكبيره برضه البيضره وقريب 600,000 حساسه كبيره مش صغيره. تضمنون انتوا عرفتي دكتوره تقولوا ان راه في مشكله في نسبه اجانب موجوده غير مسجلين. انا متاكد ان التعليم، الخدمات الصحيه، المستشفى، رانا كلنا في نفس الاتجاه. ما يكون فيه اي قطاع من القطاعات اللي انتوا جايين يكون فيه البلديه. هذه لازم ما بين 16 عندنا بلديات معينة، من بينهم بلدية البيضة. هن 12 بلدية اللي تم اختيارهن باش يديروا فيهم الإجراء هذا، باش نعرفوا شنو سبب العزوف. هذا باختصار موضوعنا يا دكتورة صفية. الحمد لله عندنا ضمير وجدت فرصة هي تاع الحملة الوطنية هذه، فنبغوا نستغلوها في أن حتى نعرفكم على برامجنا هذه، باش يبدأ عندكم استعداد وتقبل للبرامج هي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موجودين في المركز الثقافي البيضاء. البرنامج هذا برنامج توعوي وحملة توعوية، وفي نفس الوقت دراسة يعني اللي قامت في عدة بلديات المسؤول عليها المركز إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة اليونيسف والمنظمة الدعم، وبالتنسيق مع المجلس المحلي البيضاء والخدمات الصحية البيضاء والشباب في المراقبة التعليم البيضاء والهلال الأحمر شباب من ضمين فريق البيضاء. يتم تدريبه حاليا، ورشة عمل لتدريب الفريق اللي حيقوم بتوعية المجتمع وتعبية استبيان خاص بالموضوع التوعية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.